السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه السور القرآن الكريم موجهة للمستوى الأول، وسنبدأ أولا بسورة الفاتحة والتي هي أم الكتاب والتي نصلي بها في كل الصلوات، فهيا لنستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. الآن مع شرح الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، بها نبدأ كل أمورنا ونقولها قبل الطعام وقبل كل الأعمال حتى يعيننا الله على أدائها. الحمد لله رب العالمين يعني أن نشكر الله خالق جميع المخلوقات. الرحمن الرحيم، الله يفهمنا ويحبنا ويسامحنا ويرحمنا برحمة واسعة كثيرة. ملك يوم الدين، وهو يوم وعد الله عباده الذين يعبدونه ويطيعونه أن يدخلهم الجنة فيه، وهناك تتحقق كل أمنياتهم الجميلة. إياك نعبد وإياك نستعين، أن نعبد الله يعني أن نفعل ما أمرنا به، وأن نستعين به يعني أن نطلب منه المساعدة في كل أوقات حياتنا. اهدنا، أرشدنا، ودلنا، وأرنا الطريق المستقيم، تعني الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. الذين أنعمت عليهم هم الأنبياء والمؤمنين والصالحين، المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة أو سورة الفاتحة أمرنا بأن نشكره لأنه هو خالق المخلوقات وملكهم يوم الدين، وهو الرحمن الرحيم. لذلك علينا أن نستعين به ونعبده ونطلب منه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يبعدنا عن طريق أهل الغضب والضلال من اليهود والنصارى والكفار.